إلى خبر آخر، الجزول يفاجئ الأوساط السياسية بمقترح جديد. عمّم رئيس دولة القانون والتنمية دكتور محمد علي جزولي رسالة تم تداولها على نطاق واسع، دعا فيها إلى تسوية سياسة أو تسوية سياسية تاريخية. وقال جزولي في رسالته إن الحل ليس في رحلات الشحدة في عواصم العرب والإفرنجة، وإنما في تجاوز خطاب الكراهية والإقصاء وإنجاز تسوية سياسية تاريخية تجعل المرحلة الانتقالية آمنة ومستقرة وعادلة ومؤتمنة على تحقيق التحول السياسي السلمي والسلس، بما يجعلنا نقدم نموذجا يحتذى به لدول المنطقة. تعليق على هذا الخبر، يعني بغض التقدم النظر عن فكرة رحلات الشحن، يعني مرات المسؤولين يستخدمون بعض الكلمات كذا، ممكن هو ده يكون واضح يعني شكلها ما لطيف، يعني هي ما لطيف، لكن الوضوح فيها بالنسبة لنا أو رسالة رحلات الشحذة. أنا أفتكر هو المسألة ليست بهذه العبارة، برضو التبخيص من مجهودات الآخرين هو أمر غير محبب. يعني ما دي حكومة، وحكومة بدأت المرحلة ووجدت تركة مثقلة جدا ودائرة تمشي فيها إلى الأمام، بالضرورة أن يكون عندها تواصل مع العالم الخارجي، وإنت حتى لو ما محتاج انت كحكومه بالضروره انه يكون عندك علاقات خارجيه. فانا افتكر انه حقه ما نبخس من المجهودات اللي بتقام الان، لكن برضو ما اي مجهود لو ما انت تحسبت له وعملت له كل ترتيباتك ممكن يكون مثمر. يعني السودان ما بيشحد ولا يمكن يشحد، لكن السودان واقع تحت يعني قائمه الدول الرائعه للارهاب والحظر الاقتصادي اللي هو اضر بالسودان كثير جدا. انت تجفف بؤر المشاكل. يعني لما نتكلم الآن عن مشاكل السودان في الاقتصاد بنتكلم عن عوامل داخلية وعوامل خارجية. العوامل الداخلية اللي بسببها أفرزت السياسات الخارجية أنت تشوف هي شنو عشان تبدأ تجفف في هذه البؤرة. الأمر الثاني برضو علاقاتك مع العالم الخارجي، إذا كان أصلا البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي ولا الاتحاد الأوروبي ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية، هي ما كلها عندها متطلبات، ومتطلبات دي برضو انت لو ما اوفيت بيها برضك بتصطدم بالواقع. طيب الان التصريح بتاع الخبر بيتكلم انه يعني بدل الذهاب الى الاخرين وكذا، التسويه السياسيه مطلوبه وديك مطلوبه. يعني نحن انت الان في 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 ظروف زي دي، كل ما قللت المعارضه وكل ما حيدت اكبر قطاع من المجتمع السوداني، قوة سياسية، قوة مجتمعية، كل ما حيدته كل ما ساعدك في أنك تمضي لتحقيق أهدافك إلى الأمام، عشان ما تبقى في حتة بتاعت أنك بتطفي في حرائق. يعني الليلة عملية التسوية السياسية الداخلية بتساعدك، لأنه كل الوسط أو معظمه في المجتمع السوداني داخليا بيكون هو داعم لسياساتك، بيكون هو مساعد لك. لكن إذا كان مشيت في اتجاه الإقصاء والإبعاد وكذا، انت بتجيب لك مجموعه كبيره جدا تشتغل يعني على عكس ما انت تريد، بالتالي بتجرك الى الخلف. فانا افتكر انه والله الدعوه لتسويه سياسيه داخليه، الدعوه لتصالح عام، الدعوه يعني تقليل بؤر المعارضه، دي مساله مطلوبه جدا. ده يا اخواننا ما بيعني انك انت عفى الله عما سلف مطلقا، يعني انت اشتغل في اتجاه الحقيقه والمصالحه دي على نهج نيلسون مانديلا، لكن كل من تثبت لك بالدلائل انه والله اجرم في حق الشعب السوداني او اقتصاده خليه ينال عقابه، لانه ده ذاته جزء من الحقيقه والمصالحه، وده جزء من التسويه السياسيه اللي انت بتعملها عشان ما يكون في اي غبن. فانا افتكر ان احنا محتاجين نعمل في الاتجاهين، الاتجاه الداخلي نقوي من اللحمه بتاعه المجتمع السوداني، ونبتعد عن الاقصاء، ونبتعد عن رفض الاخر. واهم حاجه دكتور قاطعك، نطلع من قوقعه فكر النظام السابق. الى الان الناس مرتبطه بانه اي حاجه جديده بتحصل دي ما كان بتحصل زمان. انا افتكر 30 عاما انتهت خلاص، احنا الان في عهد جديد. انا افتكر يعني لا نتحدث بالفوبيا بتاعت النظام السابق، ولا نلقي كل التقصير اللي بيحدث الان للنظام السابق. أيوة دي مرحله خلاص انتهت، ما انت ازلت النظام السابق ده. الان انت داير تعمل شنو؟ خطتك شنو؟ برنامج عملك شنو؟ وحتعملها كيف ومتين، ولا حيعملها معاك منه، وكيف ممكن تستصحب معاك كل قطاعات الشعب السوداني عشان تعبر هذه المرحله الانتقاليه. ده عمل داخلي مهم جدا. المساله الثانيه انك انت يا اخي اهتم بالانتاج، بمواردك.
ما انت الليله السودان ده ما فيه موارد كبيره جدا. هسه لما نتكلم عن استيراد القمح والسكر او كده، انت لو استثمرت مواردك دي استثمار حقيقي انت برضه ممكن تتجاوز هذه الحاجه. والمجتمع نعم. خلينا نركز في قصه التسويه السياسيه دي، يعني لما نتكلم عن فكره التسويه السياسيه، يعني هل المفروض يكون عندنا تحديد لمنو اللي عنده وزن سياسي اصلا عشان نحن ندخله معانا في تسويه سياسيه؟ الحكومه تدخله في تسويه سياسية، يكون عنده سي سياسي، يكون يعني جزء من هذا الموضوع، والله بس كل من عارض السياسات اللي خرجت بها الحكومه الان يدخل في التسويه السياسيه؟ نحن نتكلم عن مؤسسات يا اخ احمد، يعني انت 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 ما حس الوضع ذاته وضع انتقالي، وحتى الليله الجهاز التنفيذي الحاكم في الدوله هو ما جاء بانتخابات، هو الان جاء بثوره شعبيه، يعني وزنه الحقيقي ما بيظهر الا بعد المرحله الانتقاليه الانتخابات. لكن عندك قوه سياسيه اصلا كانت موجوده وعندها تجاربه، يعني انت انا ما بقول انك تتعامل مع افراد، انت تتعامل مع مؤسسات، وشوف المؤسسات دي يعني قل وزنها او كبر، انت شوفها هي رؤيتها شنو وكيف هي ممكن تكون داعم لخطك اللي ماشي فيه الان، لانه الفتره الانتقاليه دي هي فتره بتاع التوافق اكثر من انها فتره بتاع التباين. تهيئه. نعم، فتره بتاع التهيئات، مناخ. تهيئه المناخ دي يفترض انه كل زول يدلي فيها بدلو، وانت استمع، والاراء المفيده وخذها معك لقدام، الاراء الما مفيده بتصوت تدريجيا، فده القصد من التسويه السياسي، مش عشان تجيب زول وتديه وزاره، او تجيب زول عشان تديه منصب سياسي، ده ما الفهم. الفهم انه الاشراك في كل المؤسسات اللي بتهيئ للفترة الانتقالية. انت الان دار تتكلم عن دستور، دار تتكلم عن مفوضية انتخابات، دار تتكلم عن مفوضية فساد، دار تتكلم عن جهاز تنفيذي، دار تتكلم عن جهاز تشريعي، دي كلها مؤسسات حق دائرة المشاركة فيها تكون واسعة جدا، واسعة، وتقبل فيها الآخر، وبعد ذلك دي بتساعدك في أنه والله أي حاجة انت دار تعملها للفترة الانتقالية بتكون يعني استصحبت فيها آراء كثيرين جدا. لكن لو اتمترست عند آراء محددين أو مجموعة محددة وعملت لك عمل، يمكن بعدين في الفترة الانتقالية يكون ذاته غير مناسب وغير ملائم وما يحقق لك النتائج المطلوبة. فطالما الناس ديل بعد 3 سنوات و3 شهور حيكون في انتخابات، حقه يكون شركاء في إعداد الأرضية لهذه الانتخابات. جميل.